طرفكم معالي السفيرة هالة البشلاوي، اتفضلي يا فندم اطلعينا. ما ايه الاخبار عند حضرتك ان شاء الله؟ صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك وازي مصر كلها؟ بخير يا فندم. لا احنا الحمد لله فتحنا في تمام الساعة 9 صباحا، واحنا هنا تمثيل مقيم في اوروجواي وتمثيل غير مقيم في باراجواي. احنا الحمد لله يعني دلوقتي بدأنا في بعض المصريين جم، وطبعا اعضاء السفارة وكلنا على يعني هبة الاستعداد للمشاركة في الحفلة ديت، احنا نعتبرها حفلة انتخابية يعني في مصر. واحنا متوقعين كمان ان الناس مصريين يجوا بعد صلاه الجمعه اكتر، وهم وعدونا كلهم فرحانين جدا بان ينتخبوا، وكمان عندنا السبت والحد اجازه، فان شاء الله متوقعين المصريين يجوا بكثافه اكتر. تمام يا فندم. في اي معوقات عند حضرتك، اي مشكله؟ ان شاء الله يعني مع حضرتك احنا ساعه بساعه. لا نهائي، بالعكس والله بنشكر حضرتك جدا واللجنه كلها بصراحه، لا تعالى. يعني اول باول حضرتك بتبعتوا لنا اول باول الارشادات ومعانا اول باول، لا الحقيقه يعني احنا شاكرين، يعني مرات لا فعلا بممتاز. لا مع حضرتك ان شاء الله وبالتوفيق يعني فندم، ربنا يخلي حضرتك. سياده السفير احمد حافظ اتفضل يا فندم. طلعنا ما عندك من كندا في اوتوا. الصوت يا فندم اتفضل. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح صباح الخير يا فندم، ازاي صباح يا الخير ومساء الخير على مصر. مساء الخير، صباح الخير عند حضرتك. بدأت بالفعل العملية الانتخابية لدينا هنا في كندا، والساعة عندنا يمكن 9 و12 دقيقة، فبدأنا المقر الانتخابي بدأ من 12 دقيقة بالضبط في السفارة المصرية في العاصمة أوتوا، وأيضا كذلك في القنصلية العامة في مدينة مونتريال. الحقيقة على الرغم من اليوم هو يوم جمعة وهو يوم عمل في كندا، إلا أن هذا العرس الانتخابي زي ما السفيرة هالة بتقول فعلا شهد بالفعل عدد لا بأس به الحقيقة من قبل حتى الساعة 9 من المتوافدين من المواطنين المصريين، وصلوا وكانوا واقفين طوابير قدام السفارة، والآن دخلوا للبدء في عملية التصويت. تمام. فإن شاء الله أيضا غدا السبت وبعد غد الأحد إن شاء الله نشهد متوافدين من مناطق متفرقة من كندا، ولا سيما مقاطعة أونتاريو والجنوب في تورونتو، وإن شاء الله في مونتريال أيضا، وإن شاء الله يعني يتكلل هذا كله بالنجاح. تمام يا فندم، يعني مفيش أي معوقات إن شاء الله عند سيادتك أو أي حاجة فيها مشاكل فنية نقدر نتدخل مع حضرتك فيها؟ لا لا الحمد لله كله تمام. طبعا انا برضو سيادتك هنعيد النقطه المهمه، الا وهو التيسير على المواطنين بشان اللي معاه بطاقه الرقم القومي حتى لو منتهيه يتمكن من ادلاء بصوته، ولازم يكون جواز السفر ساري. اما بطاقه الرقم القومي لا يشترط فيها سريانها، يعني حتى لو منتهيه صح. يجوز. تمام فندم، صحيح، تمام، وده اللي بنأكد عليه بالفعل. تمام بالظبط، شكرا فندم. ده شكرا لحضرتك يا فندم، تسلم. معالي السفير ماهر العدوي فندم معانا. اهلا وسهلا، احنا هنا في كوبا وبنغطي كوبا ومنطقه الكاريبي، واحنا ابتدينا برضه الساعه 9 يعني بالظبط من 13 دقيقه، ومفيش اي مشاكل عندنا نهائي، وبالفعل في كذا مواطن ادلى باصواته في الدقائق الاولى، وكل حاجه ماشيه هنا تمام ولا يوجد اي مشاكل على الاطلاق. تمام يا فندم، احنا مع حضرتك برضو ساعة في ساعة، وبنشكر حضرتك وجهد مشكور ان شاء الله. معالي السفير ايمن، معالي السفير ايمن دسوقي. تمام، مساء الخير معالي السفير. الحمد لله امور هنا بتسير بسلاسة شديدة. اسمح لي بس اوجه الشكر للجنة والهيئة العليا للانتخابات والزملاء في الدعم الفني، ان فعلا من الصبح كان عندنا مشكلة في الانترنت وطريقة التعامل مع الموقع، ولكن الزملاء حلوا المشكله خلال يمكن ثواني مش دقائق، ده شيء اسعدني جدا. الحمد لله عندنا اقبال يعني كان غير متوقع نظرا لمحدوديه حجم الجاليه المصريه في غانا وتوزيعهم على مدن بعيده عن العاصمه اكرا، ولكن فوجئنا الصبح ان بعض الناس بعض الناخبين وفعلا حضروا من منطقه فولتا، ودي على بعد ساعات طويله من العاصمه اكرا، وده شيء اسعدني جدا. وبعض الناخبين حضر مع اسرته بالكامل وبدا يشرح لهم مصر واهميه مصر واهميه الانتخابات، ففعلا ده شيء جميل جدا، وبشكر حضراتكم على مساعدتم ومعرفتكم التفصيليه
اللي وردت في وقت مناسب وقدرنا ننشر عنها، ودي اثرت على المواطنين في عمليه اجلاء اصواتهم. شكرا موصول لحضرتك يا فندم، ربنا يكرمك. لو في اي حاجه احنا مع حضرتك برضه ساعه بساعه ومع حضرتك، اطمن ان شاء الله. تحت امرك. معالي السفير خالد يوسف. صباح الخير جميعا. احنا هنا في موريتانيا بدانا التصويت الساعة 9، يعني من حوالي 5 ساعات وربع تقريبا. كل الامور سلسة جدا. واحب اوجه الشكر لسيادة المستشار، لان الصبح كان عندي برضه مشكلة في ادخال برضه رقم قومي بتاع احد الناخبين، وكان في مشكلة حلها في الحال يعني. بشكرك جدا على الفريق دعمك الفني. احنا عندنا برضو هنا فريق بيراميدز بتاع الكوره، هيلاعب برضو فريق وهيب بتاع موريتانيا، فعرفنا برضو يعني كان في منهم حارسين برضو يعني يخرجوا من التمرين او يعني يجيبوا يصوروا كده. تمام. كل الامور على تمام. بكره وبعده احنا برضو فاتحين ومنتظرين. طبعا الجاليه المصريه في موريتانيا محدوده، مفيش كثافه، ولكن كل موجودين هيبقوا حريصين ان هم يصوروا. شكرا جزيلا لحضرتك. احنا مع حضرتك ساعه بساعه، واي حاجه مع حضرتك ان شاء الله. شكرا يا فندم. تكريم جدا. شكرا. توفيق. سياده السفير الدكتور محمد كاظم. صباح الخير او مساء الخير يا فندم. من بوينس ايرس. احنا الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد جدا. فتحنا اللجنه في تمام الساعه 9 بتوقيت الارجنتين من حوالي ساعتين وربع. شرفت بالتصويت واعضاء اللجنه واعضاء السفاره، وبدا تواجد المواطنين في الارجنتين. طبعا عدد الجاليه في الارجنتين محدود، ولكن الحرص موجود. وكمان في حاجه احب اقولها، ان تعاون السلطات المحليه ان التنسيقات كانت بشكل جيد جدا. فبتقدم بجزيل الشكر لحضرتك، والحمد لله الامور ماشيه بسلاسه. و جزيل الشكر لحضراتكم ولكم. لا، مع حضرتك يا فندم، واحنا الشكر الجزيل لحضرتك يا فندم. في سياده السفير احمد عادل. ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم؟ احنا تم الفرق الساعه 9، في فرق توقيت ساعه ما بيننا وما بين مصر. الامور ماشيه بسلاسه تامه، ويعني الله تعالى ثم يرجع لمجهود الهيئه في التنسيق المسبق والاعداد الجيد. ما جالناش اي مشاكل، ماشيه في منتهى السلاسه، ونامل ان شاء الله يعني الايام اللي جايه هيكون في ضغط طبعا اكثر من النهارده. النهارده يوم عمل، فالايام اللي جايه ضغط اكثر، وانما ان شاء الله كله عدي على خير ويتم السلام باذن الله. شكرا على كل حاجه. مع الشكر لحضرتك يا فندم، وشكرا جزيلا لحضراتكم. احنا بس بنعيد تاني برضو، بنيسر على المواطنين المقيمين في خارج مصر، من حقهم الادلاء بصوتهم حتى لو معاهم بطاقه الرقم القومي منتهيه الصلاحيه، من حقهم يدلوا بصوتهم. جواز سفر ساري، اما بطاقه الرقم القومي لا يشترط سريانها، حتى لو منتهيه يمكن من ادلاء بصوته بعد اذن حضراتكم يعني. وشكر جزيل لحضراتكم، شكرا جدا جدا جدا، واحنا مع حضراتكم، وانتم اهلا لهذه المهمه، وده وطننا جميعا، واحنا في خدمه وطننا. شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم. احنا كده مستمرين ان شاء الله مع حضراتكم ساعه بساعه لحين الانتهاء، مع فتح اخر لجان ان شاء الله. الفاضل لنا 8 لجان لم يتم الفتح حتى تاريخه او حتى ساعته. ان شاء الله اخر لجنه هتفتح الساعه 7 مساء بتوقيت جمهوريه مصر العربيه. بشكر حضراتكم للمتابعه. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم. مع السلامه. مع السلامه.